والله الواحد ما يدري من وين يبدا وين يوقف. في اشياء كثير يعني الفعاليات موجوده من الترفيه، من الكونسرات اللي تكون، الفنانين، الحفلات، اشياء كثير يعني زي وندرلاند تقدر تيجي انت وعائلتك تغير جو وتقضي وقتك هنا، زي الكونسرت تقدر تروح تشوف شيء ما صار بالعالم كله، حفلات ضخمه، حفلات كبيره. يعني الشيء اللي يصير بالسعوديه احنا كنا نسافر وندفع عشان نطلع نشوف هذا الشيء، صرنا نشوفه في بلدنا. عجبني التغيرات اللي قاعد تصير، انه تطورات جديده، يعني قاعد يعطون الحريم حريه، وايش اسمه يعني الفعاليات اللي قاعده تصير انه اشياء جديده يعني قاعد تنزل ومره حلوه. يعني في ناس بيجون من لندن لهنا عشان يجون يشوفون ذول الاشياء الجميله. هذا صديقتي اللي معايا جاي من لندن لهنا، ما شاء الله وعجبها مره الوضع، وتقول يعني لو عندي الفرصه انه ما ارجع لندن اقعد معاكم هنا. They said that what do you like in the change in Saudi Arabia, like what do you see the new creativities that are happening and the new things that are going, what do you like in them? It's really good. It reminds me of back home in London, like the fun fairs, amusement parks. The changes are really good. They went from strict to being more open about new things. تقول انه مره حلو وايش اسمه انه مره تغيرات حلوه، وهي تحس نفسها انها هي في لندن مو في السعوديه مو في الرياض. وقالت انه ما شاء الله يعني كانوا لما هي كانت جاي يقولون هنا ما في اشياء كثيره ممنوعه، بس لما هي جت يعني صار تغيرات غير واشياء غير واشياء مستحيله. يعني احنا الحين جينا من دبي وشفنا تغيير كبير في السعودية والمواسم اللي مسويين، الأماكن العامة كثرت. يعني قبل كانوا يعتمدون على مثلا الأسواق في المتعة والتمشي وكذا، الحين زادت يعني في الألعاب، المناطق الألعاب، الملاهي، الكافيهات، المطاعم، تطورت الأماكن يعني أكثر. الشيء اللي حاصل الآن في السعودية أو التغيير في السعودية كان يجب أن يكون، لأن احنا نخرج خارج النطاق من أجل وجود حافز ترفيهي، حافز نشاط يجعلنا أكثر يعني انتماء واكثر بقاء في السعوديه اللي تستحق منا ان احنا نبقى فيها. فطبعا كان من الواجب ان يكون في تغيير زي كذا، لان احنا نبغى كذا، او يعني او يمكن كثير من المجتمع يبغى، ولو اختلفنا في الراي في عمليه نوع الترفيه، ولكن كان يجب ان يعني ان نتغير، لان طبيعه الحياه تغير، الحياه لا تقف. إذا وقفنا لن نجد أنفسنا إلا متأخرين، وإن بدأنا راح نبدأ متأخرين. فما دام يجب أن نتغير فلنتغير الآن، لماذا بعدين؟ والله العظيم يعني زي ما أنت شايف هالسنة في تغييرات كثيرة، عندك قيادة المرة وفي أمور مكنت المرة أكثر صلاحيات. ما نقدر إلا نقول صدق شكرا لأمير الشباب محمد بن سلمان. يعني صدق المرأة الحين حاليا قاعدة تعيش يعني في أزهى عصورها، يعني المرأة السعودية قاعدة تتقدم وسيرها يعني فعلا أفضل من أول. وبالنسبة للترفيه أكيد طبعا موسم الرياض كان موسم جبار للأمانة، ما كنت متوقع هذا الشيء. أوكي يعني كنت متوقع أنه بيكون في موسم، بس كان موسم جبار. يعني حتى صحباتنا اللي برا السعودية واللي بالخليج يعني قاعدين يكلموننا ويجون من عمان من الكويت، فيعني ما شاء الله قفزة رائعة قفزة رائعة. شكرا تركيا للشيخ، وبس إن شاء الله من أحسن لأحسن يا رب. قيادة المرأة والانفتاح اللي صار، وصار قوانين ضد التحرش وضد اللي يمسون المرأة بالسوء، يعني في الحمد لله وظائف اللي صار. التغيرات أحسها كان مرة إيجابي بالذات للمرأة، سواء من القيادة سواء من إعطاء الحقوق الأكثر للمرأة، فده شيء أحسه يعني تطور إيجابي جدا بالنسبة للمرأة. صارت تغيرات زينة وتغيرت عن أول، يعني جبنا ملاهي هنا ما قد صارت أبد في السعودية، والحمد لله تغيرات زينة الحمد لله، وقادم أجمل بإذن الله. والله عجبني موضوع السياحة والتأشيرة السياحية تطلع في نص ساعة، وأماكن كثير زي البوليفارد عندك وعندك واجهة الرياض ووندرلاند هنا. وعجبني شيء ثاني اللي هو التنظيم بدرجة جدا عالية وكويسة. أنا شفت كثير أشياء صارت في الرياض من ضمن الموسم الرياض، لكن أكثر شيء عجبني في الرياض من ناحية الموسم اللي هو رياض وندرلاند،
لأن صراحة شيء جبار، الناس ما عندها شيء تطلع وزي كذا إلا تجمعات ومولات، لكن الحين الملاهي أنا أتمنى أنها تستمر إلى بعد موسم الرياض برضو. أكثر شيء قيادة المرأة، الترفيه اللي صار الحين صراحة أول يعني إذا جاء ويكند وكذا فيعني يعني قليل نلقى مكان حلو، الحين ما شاء الله المكان يعني كثير أماكن حلوة مرة مرة. يعني موسم الرياض صراحة يعني أفادنا كثير، أنا أعطيه 100%. قيادة المرأة، أول كنا نسافر للخارج عشان ندفع و... الحين صار كل شيء موجود عندنا كثير. نبدأ بالقيادة المرأة، بعدين التمكين للسياحة والترفيه، المواسم هذه اللي فتحتنا للعالم كلها، صرنا نشوف سياح كثير، تحرك الاقتصاد، أشياء كثيرة أشياء كثيرة يعني صعب أن يحصلها، بس اللي قاعد يصير شيء صراحة يدعو للفخر. والله ما شاء الله كل شيء تغير فيها، ما شاء الله مهرجانات حلوة ما شاء الله، والسياحة طلعت ما شاء الله سياحة جميلة ما شاء الله تبارك الله، وأشكر محمد بن سلمان على الجهود الجبارة هذه ما شاء الله تبارك الله، الله يطول بعمره إن شاء الله. تغيرت أشياء كثيرة ومثل قيادة المرأة وتغيرت الرياض وصارت يعني شيء السياح يجونه عكس قبل. في أشياء كثيرة والله، قيادة المرأة، الوظائف الكثيرة الحين اللي صارت لأي واحدة تقدر تتوظف، أول الوظائف كانت محدودة، الحين الوظائف مرة متاحة لكل البنات عادي يتوظفون، اللي معها ثانوي متوسط عادي تقدر توظف، والسواقة بعد ما توقعنا إن إحنا بنسوق والله، وما توقعت إن أبد الرياض بتكون كذا أبدا ما توقعت.